أهلا وسهلا بكم. لنتحدث في هذا الدرس عن الأسباب التي تجعلنا لا نستخدم توزيعات كالينكس أو توزيعات باكتراك كنظام أساسي أو نظام شخصي. كالينكس أو باكتراك تحدثت عنهم في درس سابق، ورأينا كيف يمكن أن نثبت كالينكس، ورأينا أيضا أو ألقينا نظرة عامة عن هذه التوزيعة. هذه التوزيعة مخصصة لتجارب الحماية والاختراق، ولا يجب بأي حال من الأحوال استخدامها كنظام أساسي أو نظام شخصي. بالنظام الأساسي أو نظام الشخصي أقصد النظام الذي تستخدمه لاستعمالاتك اليومية، تصفح الانترنت، قراءة رسائلك الإلكترونية وأشياء من هذا القبيل. سأبدأ باقتباس نص من موقع كالينكس. هنا لدي الدرس السابق الذي كنت تحدث فيه عن التحميل والتثبيت وطريقة التعامل مع التوزيعة، يمكنكم الرجوع له لمعرفة أيضا الفرق بين كالينكس وباكتراك. سأضع رابط هذا الدرس في وصف الفيديو، ستجدون أيضا الدرس على قناة مجمع في يوتيوب. إذا قلت سأبدأ باقتباس جزء أو فقرة بسيطة من توثيق كالينكس من موقعها الرسمي كجواب على سؤال: هل كالينكس توزيعة مناسبة لك أي أنت كمستخدم؟ فالجواب كان: من المنتظر منا كمطوري التوزيعة أن نوصي الجميع باستخدامها، لكن في الحقيقة كالي عبارة عن توزيعة لينكس موجهة لاختبار الاختراق والتدقيق الأمني تحديدا، لذلك فإنه لا ينصح باستعمالها من قبل المبتدئين. بالإضافة إلى ذلك، فإن سوء استخدام الأدوات داخل الشبكة خاصة دون الحصول على إذن قد يسبب أضرارا كبيرة لا يمكن إصلاحها. وهنا في الأخضر ينصح باستخدام أوبونتو وديبيان لمن يريد استخدام لينكس للاستخدامات الشخصية. إذن لماذا كان هذا هو جواب مطوري توزيعة كالينكس بأنفسهم على هذا السؤال، أي أنه لا يجب استخدام كالينكس كجهاز أساسي أو كجهاز شخصي؟ أسباب سنستعرضها داخل كالينكس. السبب الأول الذي يجعلنا لا نستخدم توزيعة كالينكس أو باكتراك كنظام أساسي أو شخصي هو أن حساب الروت مفعل فيها افتراضيا. هذا الحساب له جميع الصلاحيات، وهو على أغلب التوزيعات الخاصة بلينكس التوزيعات الموجهة للاستخدام الشخصي غير مفعل. بما أن توزيعة كالينكس في هذا الحساب مفعل، فهناك احتمال كبير للقيام بمناولة خاطئة، خصوصا أن من يستخدم هذه التوزيعة في البداية يكون أشخاص مبتدئين في مجال لينكس عموما، لأنهم يبحثون عن دروس خاصة بالاختراق خاصة بالهاكر، فيجدون باكتراك كالي لينكس يبدأون باستخدامها، أي أنه ليس لهم دراية بالطرفية بصدر الأوامر ببنية الملفات في لينكس، وهذا كما قلت يؤدي إلى احتمال كبير للقيام بمناولة خاطئة. وبما أن حساب الروت مفعل، فالقيام بمناولة خاطئة يمكن أن يكون له ضرر كبير على الجهاز الخاص بك، يمكن أن تفقد ملفاتك، يمكن أن تستعمل أدوات بطريقة خاطئة. إذن حساب الروت مفعل في كالي لينكس هذا شيء خطير بالنسبة للاستخدام الشخصي. الشيء الثاني هو نوع الأدوات الموجودة بكالي لينكس. لو دخلنا إلى تطبيقات، نجد هنا في كالي لينكس هنا المئات من الأدوات الخاصة بتجارب الحماية والاختراق، والسبب هو أن فعلا هذه التوزيعة موجهة لهذا الهدف، تجارب الحماية والاختراق. إضافة إلى أنه مع حساب الروت واستخدام هذه الأدوات الخطيرة، لأن مجال تجارب الحماية والاختراق مجال خطير، إضافة إلى أن حساب الروت مفعل يمكن أن يؤدي استخدام هذه الأدوات بطريقة خاطئة لبعض الضرر في جهازك لملفاتك مثلا، إضافة إلى هذا فهناك خطر آخر، هو أنه حين تستخدم الأدوات الخاصة بتجارب الحماية والاختراق فجهازك يكون أيضا معرض للاختراق، لأن أغلب هذه الأدوات تقوم بتعطيل خدمات الحماية، تقوم أيضا بفتح منافذ في الجهاز الخاص بك كي تتمكن من الاشتغال بالطريقة التي يجب أن تشتغل بها. إذن هذا شيء يجب أن تفكر فيه، حيث أنه حين تستخدم هذه الأدوات يكون جهازك أيضا معرض أكثر للاختراق من الحالات العادية. بما أنه معرض للاختراق، ولو كنت تستخدمه لاستخدامات شخصية، أنك تدخل إلى ملفاتك الشخصية، لو كنت تستخدم مثلا حساباتك على الأنترنت، أيضا كلمات السر تحفظ وهذه الأشياء، فلو تم اختراقك فسيتم أيضا الوصول لهذه الأشياء الشخصية الخاصة بك. إذن هذا السبب الثاني هو نوع الأدوات والخطر الذي تمثله سواء في استخدامها أو في حالة تم اختراقك بسبب الأشياء التي تقوم بها كفتح المنافذ الخاصة بالنظام. السبب الثالث الذي يجعلنا لا نستخدم توزيعة كالي لينكس أو باكتراك كنظام أساسي أو شخصي هو أنه فعلا هذا النظام غير موجه للاستخدام الشخصي أو الأساسي. هذا شيء قرأناه كاقتباس من توثيق التوزيعة في أول هذا الدرس، حيث أن البرامج التي تأتي مثبتة افتراضيا مع النظام غير ملائمة للاستخدام الشخصي وغير كافية للاستخدام الشخصي. ليس هناك حزمة مكتبية، ليس هناك قارئ للصوتيات،
ليس هناك الكثير من الأشياء الخاصة بالاستخدام الشخصي. كما قلت قرأنا هذا الشيء كاقتباس من توثيق التوزيع أيضا، ولو أردنا أن نضيف برامج جديدة فسنجد صعوبة في ذلك، ولا ينصح أيضا بإضافة مخازن للتوزيع. هذا الشيء ستجدونه أيضا في توثيق التوزيع في موقعها الرسمي، لا ينصح بإضافة مخازن وبالتالي إضافة برامج جديدة، لأن ذلك يمكن أن يسبب في انهيار التوزيع. إذا لو جمعنا هذه المعطيات جميعها فسنخلص أيضا لنفس النتيجة التي قرأناها في توثيق كالينوس. هذه التوزيعة كالينوس أو باكتراك غير ملائمة للاستخدام الشخصي، وينصح باستخدام توزيعة أخرى كأوبونتو، كلينكس مانت أو كديبيان للاستخدام الشخصي، وترك كالينوس للهدف الذي أتت من أجله وتجارب الحماية والاختراق. هنا يمكن أن يسألني أحدهم كيف إذن يمكنني أن أستخدم كالينوس أو باكتراك كنظام للتجارب الحماية والاختراق وليس كنظام أساسي. هنا سنتكلم عن شيء يسمى بإنشاء مختبر للاختراق، وهذا المصطلح ستستضيفونه كثيرا لو قرأتم في مجال الحماية وتجارب الاختراق، ستصادفون مصطلح مختبر لتجارب الحماية والاختراق. هنا لدي مثلا مختبر لتجارب الحماية والاختراق على جهاز وهمي. إذن هنا مثلا لدي جهاز وهمي، لدي النظام الخاص كالي لينكس، وأيضا لدي نظم أخرى أستخدمها كهدف لتجارب الحماية والاختراق، لأنه أيضا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أنه ليس لك الحق بالقيام بتجارب على أجهزة، ليس لك الحق في القيام بذلك أو ليس لك الترخيص بالقيام بذلك. لهذا ينصح بإنشاء ما يسمى بمختبر للاختراق، يكون إما داخل جهاز وهمي، يمكن أيضا أن يكون أجهزة حقيقية في حال كانت لك أجهزة أخرى. وهنا توجد أنظمة أيضا مناسبة لهذا المجال، مثلا كنظام أو كما يسمى بميتاسبلويتبل. هذا نظام مصنوع من مطوري أداة ميتاسبلويت، حيث أنه نظام مبني على أوبونتو لكن مبني بطريقة تمكن من القيام بتجارب الحماية والاختراق، حيث أنه فيه خدمات كثيرة، فيه بعض الثغرات ويمكن القيام بتجارب عليه. يمكن أن تقوم بتدميره نهائيا، لكن حين تقوم بإعادة التشغيل يعود لحالته الطبيعية، وهذا يساعدك على التدرب على تجارب الحماية والاختراق. كيفية تثبيت هذا النظام، كيفية تثبيت أو إنشاء مختبر الاختراق، سنقوم به في سلسلة من الدروس سيكون إن شاء الله في القريب العاجل. إذن هذا الدرس كان مخصص للأسباب التي تجعلنا لا نستخدم توزيعات كالينوس أو باكتراك كنظام أساسي أو شخصي. أرجو أن يكون قد أفادكم. من يحب تتبع هذا النوع من الدروس يمكنه الاشتراك في المجمع على قناة المجمع في يوتيوب لمتابعتها حين تصدر مباشرة. إذن نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.